كم شاعر فحل أيا عاصي البهاء ألهمته ألهمته شعرا رقيقا مسكرا. العاص هو الحياة، هو باب المعيشة، هو باب الرزق. مهنة الصيد هي الحياة وهي الرزق وهي كل شيء مصدر لحياتنا. والمي بلاها نحن ما فينا نعيش أبدا، نحن مثل السمك بس طالعتنا برات المي منموت. نهر العاص اعتماده بالصيف من عين الزرقاء ولهالصوب، اما انه سمك بيهاجر لا ما بيهاجر السمك، لا السمك اللي بالنهر هذا هو. فاي مواد سامه او صيد كهرباء او دينوميت عم بياثر عليه ما راح يهاجر، ما هو مثل الطير، الطير بيهاجر مثلا من بلد لبلد، اما السمك ما عنده، حتى سمك النهري ما بيحسن بيعيش بالبحر. والله لمشي العاص العاص واصطادك يا سلورة، والله لمشي العاص العاص وخلي العالم مقهورة، والله لمشي العاص العاص واصطادك يا سلورة، والله لمشي زي العاص واصطادك يا فنية، والله لمشي صيد العاص واصطادك يا انجليسي، ايه والله لا عبي الجرة ومن ميتك يا عاصي. تعلمنا هي المهنة من وقت ما كنا أطفال وصرنا نصطاد في السنارات، وبعدين تطورنا لأمور الشبك والعنب، صرنا نشوف هالكبيرين كيف عم يصنعوا شبك وكيف عم يقصوا وبيعملوا، وتعلمنا هالمهنة منهم، وصرنا نحن نشتري شلة الشبك ونقصها ونضبطها ونضربها. وتتلف الشبكة طبعا عدة أسباب، بالسمك الكبير أو الزلاحف، أو مثلاً بتعلق الشبكة في الأرض أو في غصن تنشأ، بنرد منكرر ومنجدد وضع الشبك. بالنسبة لصيد السمك، أول شيء بدك تختار الموقع، وبده يكون عندك رغبة للصيد، لأنه احتمال تبرك ساعتين وثلاثة وأربعة ما يأكل السمك، بدك تضل تستنى. والصياد من طبعه بده يكون صبور، يعني ما أنه جينا زتينا السنارة ما أكل سحبنا ومشينا على البيت، لا أحيانا نبرك لوتش الصبح ما في أكل عادي ومرتاحين، ما أنه بيركين على النهر مبسوطين. ما المهم نطلع السمك وفرخ السمك، بس رغبتنا فيه وقت اللي بيعلق بالسنارة ومنشده ومنحطه برا، بس حطيناه بالكيس ما بقى له أهمية عنا، متعته عنا هو عم يلعب بالمي انت وجيبه، هي هي. أنا صار لي أكثر من 25 سنة مستلم هاي المهنة وبشتغل وعايش من وراء هالأسماك هي. والصيد طبعا هذا باب معيشتنا ورزقنا من نهر العاصي، وأنا زي ما كل نهار هيك طليت على المي وشفت هيك النهر هذا بحس فيه شيء ناقص في جسمي، يعني برتاح نفسيا برتاح وقت بنزل على النهر. نحن ساكنين على نهر العاصي، بس اللي بده يرتاح نفسيا يجي يبرك على نهر العاصي. بس تبرك هيك وبتطلع بالمي بتنسى ايش في عندك هموم، ايش في عندك مشاكل بتنساها. يعني نحن بيتنا مثلا بيبعد 100 متر عن العاص، بدنا نجي نبرك على العاص، راحه نفسيه بشكل غريب. حتى يوم الجمعه يعني الناس بتفضي حالها من الشغل، حتى من الضيعه اللي على حرف العاصي بيجوا بيبركوا على على الضفه. يعني ما
هذا اللي بنتحوط عشان على لولا لولا لا ضا شمس العصر ميالا ضا شمس العصر ميالا والله لا عبد الجرار